بسم الله استوديو الافراح يقدم بت العرسان. هذا البت اللي معدله السيد محلة ولد سيداتي ولد عميري من قبيلة أولاد موسى الغيبات، ويهديه العرسان العريس أخوه وصاحبه الزين ولد محمد نافع من قبيلة يتوسى، والعروس الكورية من تحميدة، ونهدي له الدهدف وأهل عبد الحي، ومن خلاله يهديه لأصحاب العريس كاملين. هذا البث من أداء الفنان الكبير إبراهيم والدغطاب، ومن كلمات الشاعر الصالح ولد علي ولد أحمد، ألف ألف مبروك العرسان. اخباره بيه الزين، هاك الزين محمد وركوريا بالحين، هاك الزين محمد وركوريا بالحين. الكورية عذا بينات قيود الزين، الكورية عذا بينات قيود الزين. أكبر منه غرمت هي وأشعر غرفت، وعبد المكبر مات أنا مختر في يدين، ابنك وشام قران بس ينحال العرسان، ومن اثنين قران الكورية والزين. حاصل فيه تهدي، والحمار الجامع المروة والمنافع، إذا محمد نافع حاصل فيه تهدي. أهل الأهداف بالكل يوم ذا متبجل، محال يقبل يزن زرع مش تعيب، الخيام اللي تنقاس والدرجة في الناس، هما أكبر حساس ما كيف تلخريب. وهد حميد الاحساس ذاك بلدها معنا، وهد حميد الاحساس ذاك بلدها معنا، بالناس وبالمنام الخيام المعلومين، وبلاد غرم الحمار وخيم بلاك العار، وبلاد حق الخطاب ورفود المحتاجين، ونهني ناس يا خي ذي خيمة عبد الحي، بل الجود على لي العينين الثنتين. الناس رياري الزين قدم عروسه،
صغيري الزين قدم بعروس وهو هلا صغيري خلاني ننشد قباني هلا صغيري خلاني ننشد قباني هلا صغيري مروح كبزي وبيه الشهب هلا صغيري الخرق اللي جاك معاني هلا صغيري خلاك عنه نقعد فراحي الناس رياني بهل الدرجة يا كواني الناس رياني جاي عرق رهان بكل مكان الناس رياني ما خلى نقران لقاني الناس رياني خيامي معنا واهل الشان الناس رياني